هنشوف النهارده ونحاول ان احنا نجاوب على كل الاسئله اللي بتشغل بال اولياء الامور وطلبه الثانويه العامه اللي هيبتدوا امتحانهم بكره ان شاء الله. من ضيفنا اللي معانا على التليفون استاذ محمود عبد الرحمن، صحفي متخصص في شؤون التعليم. مساء الخير يا استاذ محمود. مساء الخير على حضرتك يا استاذ شيرين، مساء الخير على استاذ هناء وعلى كل المتابعين في التعليم. كلام مهم بقى، عايزين ندخل في الموضوع لان احنا خلاص زي ما بنقول في العد التنازلي، اقل من 24 ساعه ويبتدي اول امتحانات الثانويه العامه. ووزارة التربية والتعليم أعلنت عن عدد من المحاذير أثناء دخول اللجنة وأثناء تأدية الامتحان. نبتدي كده بالمحاذير لأن دي حاجة مهمة جدا علشان محدش يحصل موقف سخيف يزيد من توتره يعني. طيب خلينا بس نبدأ بفكرة إن بكرة الطلاب الثانوية العامة هيأدوا الامتحان في المواد غير المضافة للمجموع. غير يعني الإيه؟ المضافة للمجموع. غير المضافة للمجموع اللي هي ما بتنضافش للمجموع. تمام. وابتداء من يوم 6 اللي هي التربيه الدينيه والاقتصاد والاحياء وما الى ذلك، ابتداء من يوم الاحد 26 يوليو هيكون امتحان اللغه العربيه في اول ماده رسميه لامتحانات الثانويه العامه. تمام. الفرق في الامتحان ما بين المواد غير المضافه للمجموع والمواد المضافه للمجموع هو حاجه اسمها كتيب المفاهيم. المواد غير المضافه للمجموع عشان اللغط اللي حاصل عند اولياء الامور والطلاب مش هينزل لهم كتيب مفاهيم وهياخدوا ورقه اسئله وبابل شيت ويجاوبوها ويمشوا. على عكس اللي هيحصل في امتحانات الثانويه العامه الرسميه هينزل لهم كراسه المفاهيم او كتيب المفاهيم ده. ده هينزل لهم بمعنى ايه؟ يعني قبل الامتحان ولا ده في اللجان ولا ايه بالظبط؟ كل طالب وهو داخل الامتحان هيستلم ورقه اسئله وهيستلم بابل شيت وهيستلم كراسه اسمها كراسه المفاهيم مطبوعه على شكل الكتاب، ده بديل الكتاب المدرسي اللي احنا بنقول عليه الاوبن بوك. يعني ايه مش مضافه للمجموع؟ يعني هم بيمتحنوهم ليه امال؟ يعني مش فاهمه يعني. في استاذ سناء مواد ما بتنضافش للمجموع. زي ايه؟ زي ايه لو سمحت؟ زي التربيه الدينيه، زي التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه والاقتصاد. والاقتصاد ده اللي هيبتدوا يمتحنوه من بكره ده ما بينضمش. طب هما بيمتحنوهم فيها وبعدين ينجحوا يسقطوا فيها ولا لا برضه؟ فيها نجاح وسقوط ولكن مجموعهم ما بينضافش للمجموع. غير مؤثره يعني. الطالب لو شال ماده لو شال ماده منهم ما يخشش تنسيق ويبقى عنده ملحق. ومن يوم 26 انت بتقول يا استاذ محمود، من يوم 26 الامتحانات بقى اللي هي اللغه العربيه والمواد اللغه العربيه والمواد الرسميه. تمام. انت بتقول كتيب المفاهيم دي، كتيب المفاهيم دي هاخدها مع البابل شيت اللي هي ورقه الاجابه، يعني اللي هو بيختار الاجابه. نعم. الف ب ج يعني وهكذا زي المالتيبل تشويس كده صح؟ دي تاني سنه تطبق موضوع البابل شيت. أيوة. قبل كده بناخد ورقه اسئله وكنا بناخد ورقه اجابه. الوضع دلوقتي اتغير بنظام، بتغير نظام الامتحان. نظام الامتحان دلوقتي بقى كله اسئله اختيار من متعدد بالظبط، فبالتالي كده. وبعدنا عن الاسئله المقاليه بشكل كامل، فبالتالي ورقه الاجابه كلها بقت ورقه واحده اسمها البابل شيت فيها الترقيم بتاع عدد الاسئله من 1 ل 50 مثلا في امتحان اللغه العربيه. مظبوط. رقم واحد ده قصاده اربع اجابات الف وب وجيم ودال. مظبوط. اوكي. الطالب هيروح يعلم على الاجابه الصحيحه، وهنا عاوزين نقول للطالب بعض النصائح المهمه جدا. اتفضل. اول هام لازم تاخد معاك قلم ورصاص ومسطره. ليه المسطره؟ عشان خاطر لما تيجي تعلم على اجابه مثلا ب او عينك أو ما تخلفش. عينك ما تخلفش. ده رقم واحد. رقم اتنين لازم بالقلم والرصاص اللي معاك تعلم الاول عشان يبقى عندك فرصه للمراجعه، لان انت لو علمت من الاول بالقلم الجاف انت كده خلاص اجابتك انتهت. مظبوط. الحاجه الخطيره اللي تقريبا 30 طلاب الثانويه العامه وقعوا فيها السنه اللي فاتت وتسببت في نقص درجات كثيره جدا منهم هي انت ظل تظليل الدايره بتاعت الاجابه، لازم تظلل الدايره كلها عشان في التصحيح الالكتروني لو الدايره تظللها تظللها يا استاذ هياخدوا صفاره معاهم ولا ايه؟ تظللها يعني يقفل يعملها سودا خالص يعني. تمام. عايز اقول لحضرتك ان في نظام التصحيح الالكتروني لو الدايره دي اتظللت واتسابت حته منها الاجابه ما بتقراهاش. ما بتقراهاش. دي مشكله. ما بتقراهاش. يعني مش مجرد ان انا اعمل شرط عليها كده ان انا اخترتها، لا اظللها تماما عشان الجهاز الالكتروني ده يقراها يشوف حاجه سودة فيعرف ان هي دي الاختيار. تمام. لو حضرتك بقى لو الطالب ظلل بالقلم الرصاص وما عرفش يمسح كويس وساب فيه اجزاء موجوده وبعدين ظلل بالقلم الجاف والاجابه بتاعته مظبوطه هتحصل خطا لان الجهاز هيقرا تفضيلين. فهمت. ايوه اكنه مدي اجابتين على نفس السؤال كده اجابتين. فبالتالي نركز جدا في فكره المسطره عشان تعرف انت رايح تاجي فين. ايوه. القلم الرصاص تعمله بشكل خفيف جدا عينك بس اللي تشوفه. صح. وبعد قبل ما تسلم الورقه بتاع البابل شيت لازم تمسح بالقلم الرصاص كويس وتعلم بالجاف تعليمه دايره كامله مظلله.
ايه المحاذير بقى؟ هي دي المحاذير دي واحده من المحاذير. عندنا مجموعه من المحاذير الثانيه، وهي اولا غير مسموح باي شكل من اشكال الدخول بالموبايل او الكتاب اللي الطالب بيستلمه نهائيا. اوكي. رقم اثنين، ممنوع تخش باي كتاب. رقم ثلاثة، أنا ممنوع تخش بالكتاب المدرسي سواء بتاع السنين اللي فاتت أو الكتاب الإلكتروني المطبوع، ممنوع تخش بمذكرة، ممنوع تخش بأي حاجة لها علاقة بالمادة. زي ما قلنا قبل كده، تخش معاك ثلاث حاجات بس، قلم جاف، قلم رصاص، مسطرة، لا أكثر ولا أقل من كده. وأستيكة. تمام. وأستيكة طبعاً. تمام. بالنسبة للكابتن أستاذ سناء بتتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي فكرة ال 100%. احنا ما بدناش نشوف ال 100%، أو في السنين اللي فاتت كانت الدرجات تخطط ال 100%، وده تسبب في إن الطالب اللي جايب 98.5 99% ما بقاش يخش كلية قمة. الكلام ده من اعتبار من السنة اللي فاتت يا أستاذ سناء اتلغى بشكل كامل، لأن السنة اللي فاتت كلية الهندسة نزلت 72% بسبب التغير في منظومة الامتحان، وكمان التغير في منظومة التصحيح. فبالتالي الطالب بقى يجيب مجموع على قد اللي متجاوب عليه بالظبط، ومن هنا نزلت درجات الكليات لدرجة إن هندسة السنة اللي فاتت نزلت لـ 70% في بعض المحافظات. ده رجع لأيام زمان بقى، رجع رجع لأيام زمان. الحمد لله. في أي حاجة يعني عايز يعني تضيفها أستاذ محمود علشان الناس اللي داخلة بكرة؟ بعض النصائح المهمة جدا في فكرة كتابة رقم الجلوس على ورقة البابل شيت بخط واضح فوق هو والاسم. أيوة. وفي حاجة كمان جدا الكل بيسأل عنها، وهي كود الجلسة الامتحانية اللي هو السيشن تول. كود الجلسة الامتحانية ده يا جماعة مش هو رقم الجلوس، رقم الجلوس ده حاجة، وانت بتستلم ورقة الأسئلة بتاعتك هتلاقي مدون عليها حاجة اسمها كود الجلسة الامتحانية. ده هتاخده وتنقله على ورقة البابل شيت بس. يبقى ورقة البابل شيت فيها ثلاث حاجات هتنكتب: اسم الطالب، رباعي، رقم الجلوس اللي هو مستلمه من المدرسه بقاله تقريبا شهر، تمام، وكود الجلسه الامتحانيه اللي هيستلمه وهو بيستلم ورقه الاسئله بتاعته. طب هايل كده. يعني كده داخل مسلح كل الاسلحه في جيبه، وربنا يوفقهم بكره ان شاء الله. استاذ محمود عبد الرحمن، صحفي متخصص في شؤون التعليم، شكرا لهذه المداخله. شكرا ليك. بمناسبه ان احنا بنتكلم على الثانويه العامه، هو بما ان بكره المواد الغير مضافه للمجموع، فدي هتبقى تجربه لكسر الحاجز النفسي في حكايه اللجنه والامتحانات. وامبارح العلم احتفل باليوم العالمي للهلع. اليوم العالمي للهلع او البانيك هو دي حاله نفسيه، ولكن تم اختيار اليوم ده 18 يونيو علشان يوعي الناس ببعض الامراض العقليه، وان كل واحد كمان عنده خوف من او هاجس من حاجه معينه يقدر في اليوم ده يتحدى نفسه ويكسرها ويتغلب على مخاوفه اللي ممكن تكون بتشده لورا وبتعوقه ان هو يعيش حياته بشكل كامل ويستمتع بكل مناحي الحياه. فيا رب ان احنا بكره نكسر حاجز الخوف والهلع من الثانويه العامه. كانوا عملوه بكره بقى بدل النهارده. ما هو بنقول لهم عشان يستعدوا بكره يعني، وان شاء الله كل حاجه تمشي كويس يوم 26 باذن الله، وما يبقاش